كنا كنوقفوا وقفات احتجاجيه على قبل الحيوانات الضاله اللي كاينين في الزنقه، لانهم كانوا كيقتلوهم مع لا والو. مؤخرا طرا واحد الحادثه في الناظور، واحد الكلبه اللي ديال مولاها وميم كو قتلوها. دونك هادشي ولا نقطه في ذات الكاس وتعدى الحدود. حنايا هنا اليوم باش يديروا قانون يحمي هاد الحيوانات، سواء الحيوانات ديال الزنقه ولا الحيوانات ديال الموليوم، لا الكلاب لا الخطوط، راهم ربي خلقهم الا والا خاصنا نرحموهم. هاد الوقفه وقفه احتجاجيه تحسيسيه باش نوقفوا كلنا نهضروا بلسان ولا بصوت اللي ما عنده صوت، وهو الحيوان. حنا كنهضروا هنا بحيوان بصفه عامه، ولكن حنايا جوست النقطه التي افاضت الكاس كيف ما كيقولوا هو داك الواقع اللي وقع في الناظور ديالك. الكلبه ديال اللي قتلها، ما الكلبه ما دايره والو، كتلعب مع الناس وهذا، جاو قتلوها بالجويجه بديك الطريقه قدام الناس، ديك الطريقه الوحشيه اللي ما حتى واحد ما يمكنش تعجب لا الله لا عبد ولا حتى شي حاجه. دونك حنايا دابا وقفنا باش نحسوا، باش نقولوا بان لا راه كاين دي ميثود التيرناتيف، يعني كاين واحد البديل، كاين واحد الطريقه بديله اللي نقدروا باش هاد الكلاب هادو الا ما كنتوا السيدي كتخافوا منهم وكتقولوا كيقتلوا كيعضوا فيهم الصعر، راه خاصنا نلقحوهم وخاصنا نعقموهم حتى يبقاو يتقلالوا بشويه بشويه حتى يمشيو. ما يبقى عندنا لا، راه عندنا الا جيتوا تشوفوا غير غيمشيو، راه كلشي كيعرف لا فرونس راه قدات، فرنسا قدات على الصعر وقدات على لي شيان ايرون بهذا التلقيح والتعقيم. ديجا كاينه عندها واحد المده ديال 5 سنين، وغادي الا عمموها في المغرب كامل غيقلالوا وغيتهناو هاد الحيوانات. وحتى حنا الجمعيات حتى حنا يتهناو، وحتى الجمعيات راه عندهم دي بروغرام حاطين وداكشي، ولكن خاص مصادقه، خاص القانون ديجا يتطبق. ديجا القانون اللي عندنا يتطبق هو بان ما ياديوش الحيوان، بان هذوك الناس اللي كيسحروا بهم وكياديوهم خاصهم يتابعوا، بان الحيوان حتى هو عنده حق العيش. او ميم طون يطبقوا اي قوانين اخرى اللي بصح تبروتيجي هذا الحيوان، باش حتى المواطن ما يبقاش يولي عنده واحد الحذر. دابا حنا الحيوان كنحسبوه ميم با ان اوبجي، ان اوبجي عندي في الدار، واقيلا دابا بنت عندها عكر حسن واقيلا من قط، تخاف من العكر ديالها لا يد هذا، ولكن القط تضربه. هادشي اللي بغينا نقولوا، راه ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. واش انت باغي سيدي ربي يرحمك وانت ما كترحمش اللي خلقه الله؟ كيفاش هذه المعادله كيفاش بغيتوا ديروا ليها؟ وقفه احتجاجيه بلوتو تحسيسيه على قبل داكشي اللي كنشوفوا دابا في سور فيسبوك، على سورتو الكليب اللي شفنا دابا في الناظور اللي كان تم القتل ديالو بديك بواحد الطريقه اللي هي وحشيه امام الملاء، وماشي شي كلب لي زعما ايرون ولا هادي، كلب ديال مولاه. وبصفتي رئيس ديال جمعيه لاباسيون كانين، لبيت الدعوه ديال الاصدقاء ديالي باش نبارطاجيو معاهم هاد الحزن.